بيتشيل هي عبارة عن بروجي جامعة من سنتين تقريباً. أنا بالأركتكتور بالأوزاك كان مطلوب منا بروجي ديزاين نخترع شيء إيكو فريندلي لحياتنا اليومية. من هون جيت عملت مطلب بتشارج على الطاقة الشمسية أني بورتابل ديفايس تابلتس آيفون أما آيباد، وبذات الوقت في براد بحافظ للحرارة. من بعد ما رحت من هون خلصت ليسانس ورحت عملت برودكت ديزاين بميلانو، وحتى طلعت الأول بميلانو وتفاجئوا إنه خريج من لبنان. بلشت أعمل ديزاين للمطلع بطريقة كتير بدائية، بعدين وصلت بطريقة أنا حسنتها مع ديزاينرز حتى عالمية لنوصل لفينيساج أقدر بيعها بكل دول العالم. سبقتني الفكرة بطريقة أنه شافوها صحفية، ومن هون بلشوا انترفيوز. اجينا فوق 7000 أوردر بسرعة كتير، فايتين برعاية الأوزاك على بيروت ديزاين ويك، وعلى أمل أنه فور وان ويك نفرج اسم بيتشل ونفرج الأوزاك شو بتقدر تعطي بوتنشل تلميذ يبينوا بالمجتمع وعالمياً.